طيب كنت بناقش طبعا ضيوفنا الكابتن ماهر والكابتن عمرو الحديدي في الشكل اللي بيلعبوا بيه، هل الشكل ده هيتغير بخروج 14 لاعب وقدوم 12 لاعب جديد؟ رقم كبير بالنسبه لتجديد الدماء داخل فرقه واحده، تفتكر ده هيأثر عليهم بشكل خططي داخل الملعب ولا هيكون شيء ايجابي بالنسبه لهم؟ لعيبه جديده داخله بتلاعب النادي الاهلي في مباراه بطوله السوبر الافريقي. صعب جدا التوقع في حته ان هم هيلعبوا بطريقه عامله ازاي، ولكن ما دام المدير الفني لسه موجود وفي بعض الاعمده الاساسيه اللي موجوده في الفريق، فاعتقد مش شكل كبير هيتغير، ولكن طبعا هم احنا عارفين ان هو بيلعب بطريقه 4-2-3-1 وبعض الاحيان بيلعب 4-3-3، المين فورميشن موجوده، ولكن طريقه اللعب اللي هي الاساسيه اللي بيلعب بيها حته الضغط من بدايه المباراه، السرعات اللي بتبقى موجوده من على الاطراف. اشرح لنا كده برضو يعني عندك ايه محضر لنا على مستوى الارقام؟ خلينا في البدايه نستعرض ارقام طبعا المدير الفني طبعا عبد الحق بن شيخه، طبعا هو المدير الفني اللي احرز معاهم بطوله الكونفدراليه، وطبعا هو ليه باع كبير وعنده خبره كبيره في افريقيا، لان هو لاعب طبعا سنه 59 سنه، لعب معاهم 29 مباراه، فاز في 11 مباراه، تعادل في 6 والهزيمه كانت في 12 مباراه، احرز 34 هدف وعليه 28 هدف، طبعا احرز بطوله وحيده وهي بطوله الكونفدراليه مع الفريق الاتحاد العاصمه الجزائري. زي ما بقول لحضرتك ممكن نستشف حته ان 34 هدف و28 هدف ما بنقولش ان هو عنده معدل تهديفي عالي قوي، برضه نفس الكلام دخل مرمى 28 هدف خلال ال 29 مباراه برضه معدل كبير، فبنتكلم برضه ان هم عندهم الحته الدفاعيه مش صلده، ما بنتكلمش في دفاع هيبقى في كومباكت هيتعب النادي الاهلي، ولكن برضه زي ما بقول لحضرتك ان مشكله المباراه اللي هي بتبقى وحيده او بنتكلم على بطوله من خلال مباراه ما تقدرش تبني بقدر كبير على الارقام اللي موجوده قدامك، لان الفريق هينزل من بدايه المباراه قدامه 90 دقيقه هيحرز بطوله، فهتلاقي الدوافع النفسيه هي اللي بتضغط على المباراه. الماتش ده الماتش ببطوله ليه معايير مختلفه غير الارقام، يعني الاحصائيات ممكن ناخدها على أدائه ممكن يكون خلال الدوري خلال بطولة كبيرة أو مباريات كثيرة، لكن أنا بتفق معك تماما المباراة يعني. طب الشكل بقى يعني كلمنا على شكلهم الفني عامل إزاي، أنت من خلال كلامك قلت بيلعبوا 4-2-3-1 بالظبط، هل 4-2-3-1 دي ده الأساس بالنسبة لهم، ده الفورميشن الاساسي للفرقه؟ خلينا نستعرض بعض الارقام التحليليه بعيدا بقى عن مشوارهم في الكونفدراليه، ممكن نستعرض الجدول الخاص بالمعدل العام التحليلي خلال بطوله الكونفدراليه اللي لعبوها، هم لعبوا 16 مباراه في بطوله الكونفدراليه، فخلال ال 16 مباراه قدرنا نطلع بمجموعه من الارقام، ده المعدل العام التحليلي خلال ال 16 مباراه في الكونفدراليه. كان معدل استحواذهم 49 ومعدل التمريرات 381، طب ده بالنسبه في عرف النواحي التحليليه يعتبر معدل منخفض صحيح، ولكن ده كان رقم خادع لما جينا نترجم الارقام دي على الفيديوهات وبدأنا نتفرج عليها، لأن ان هم عندهم البيلد اب بتاعهم بيعملوه باكثر من بطريقه من رائعه، بيبتدوا ان هم بيبنوا الهجمه من بدايه من عند حارس المرمى او من الاثنين سيرد باكين، بيطلعوا بالهجمه بالبيلد اب بتاعهم بيكون هايل جدا. هتشرح لنا ده كمان بالفيديو؟ بالظبط، يا ريت نتفرج على الفيديو الخاص ببناء الهجمه، زي ما بنقول ان هو ما بيعكس الانخفاض في معدل الاستحواذ. ما اللي بيشوف بمعدل الاستحواذ بيقول لك 49% دي ناس بتعتمد على الكره الطويله او الكاونتر اتاك، وبالتالي ما فيش استحواذ في وسط الملعب.